لليوم الثالث على التوالي بيخيم الحزن على الوسط الفني بعد وفاة الفنان طارق عبد العزيز والفنان أشرف عبد الغفور والد الفنانة ريهام عبد الغفور، وآخرهم اليوم صباحا وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي بنت وحش الشاشة الفنان فريد شوقي وأخت رانيا فريد شوقي ووالدة الفنانة ناهد السباعي. وعبرت رانيا فريد شوقي عن حزنها وصدمتها لفقد أختها المنتجة ناهد فريد شوقي على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت إن لله وإن إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار. توفيت إلى رحمة الله أختي المنتجة الكبيرة السيدة ناهد فريد شوقي، وصلاة الجنازة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد. كمان نعت الفنانة ناهد السباعي والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي بعد وفاتها النهاردة، وعبرت عن حزنها الشديد لفقدانها لوالدتها واللي وصفتها بأنها كانت كل حياتها، وقالت توفيت إلى رحمة الله أمي وكل حياتي. وطلبت كمان الفنانة من جميع محبيها ومتابعيها الدعاء لوالدتها المنتجة ناهد فريد شوقي بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان. وظهر مدى حب وتعلق الفنانة ناهد السباعي بوالدتها من خلال الفيديوهات اللي بتنشرها. عبرت الناقدة مجد خير الله عن الصدمة اللي بتمر بيها ناهد السباعي بنت ناهد فريد شوقي، وقالت على حسابها الشخصي على فيسبوك: قلبي مع الفنانة الشابة ناهد السباعي، فقد كانت شديدة الالتصاق بأمها ناهد فريد شوقي، وكانت تتراجع عن الزواج في اللحظات الأخيرة حتى لا تبتعد عنها، كانت مثل توأم ملتصق. كمان نعى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية المنتجة ناهد فريد شوقي، وأصدرت النقابة بيان بتنعي فيه الراحلة ناهد فريد شوقي، وقالت تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى المنتجة ناهد فريد شوقي، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحلة وابنتها الفنانة ناهد السباعي وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي. دعينا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان، وإن لله وإن إليه راجعون.